ما عنديش مهمة. لا لا بلاتي، كيعجبني الإلقاء، كيعجبني ندير الإلقاء. هي هاد آخر جائزة اللي خديتها في الشارقة في الإمارات ديال أحسن صانعة محتوى في الوطن العربي. كاين بزاف ديال الحاجات اللي حنا ما راضيينش عليهم نشوفوهم، لأن ما كتمثلش الشعب المغربي، حيت بزاف ديال الحاجات اللي كنقولوا هادشي ما خصوش يتنتشر فعلا. ولكن أنا ضد الفكرة ديال أنه نبقاو غير نقولوا والأفعال ديالنا ضد. إلا كنا ما بغيناش شي حاجة نشوفوها، خاصنا ناخذوا المبادرة من راسنا ما نشوفوهاش ونشوفوا الحاجات البديلة. فحنا اللي كنختاروا، المشاهد اللي كيختار في النهاية شنو يطلع في الطوندوت.